يقول السائل: أفطرت يوما من رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ لا ندري بماذا أفطر، إن كان أفطر بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان فطره بغير الجماع فإنه عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره.